ماني عارف اتصرف، صدق ماني عارف اتصرف. والمشكلة لو رحت حق بيت اهلها بشتكيها، كلمتها ضد كلمتي، بيوقفوني يا بنتهم، ما راح يوقفوني اياي، شيء طبيعي. هذه مو لورا اللي انا تزوجتها، شخصية جديدة اول مرة تمر علي. صدق عاد انا ما راح ارتاح الا لين رديت لها نفس الحركة اللي سوتها فيني، لازم ارد لها نفس الدقة. قاعد تدق رنات انت؟ انا قاعد اسولف حرق اعصابي وانت خلاص انا معاك، ايش فيك انت يا رجال؟ يوم انك بتشوف فيها نفس الحركه اللي سويتها فيك، اجل ليه جايين هني؟ ليه؟ مو نفس الحركه عاد، تخلي عندك مخيله ابداعيه شوي، ما بيها باكر تقول عني ان انا اقلدها، هذا ما عنده شخصيه. ايش فيك انت؟ والله بهذه صدقت. احنا ما نبيها تكتشف الجانب هذا فيك، انه ما عندك شخصيه. بتسولف عدل ولا بلدتك كفه الحين؟ ايش فيك انت يا خالد؟ يعني هي تمسخرك وتجي تحط حرتك فيني انا؟ خلاص بشوف لك، بشوف لك فكره. شو نسوي الدبرة؟ عندي الفكره. ليه ما تحرقها؟ تحرق جثتها، اثرها بيختفي، تتحول رماد تتن ولا حد يدري عنها. ايش رايك بالفكره؟ مينونة صح؟ زوجتي هذه ترى. بالقسم. والله زوجتك، متى تزوجت انت؟ راك معك راك معك. زوجتك. اجل ايش نسوي؟ ايش نسوي؟ ايش رايك نخطفها؟ لا نخطفها لازم نشوف لنا خاطف مأجور. ولا صدق لقيتها؟ لقيتها. وش؟ خرعها. والله انها فكره. عزي الله انك صادق. ليه ما تحط له صورتك وانت صغير؟ صورتك هذه اللي لابس فيها فنيلة علاق، ذكرتها؟ يمكن في المدرسة يوم أخوياك غدروا فيك ودبغوك. يوم أنا فزعت لك.